أكيد، هل تعتبر من السنن؟ هذا مكروه عند المالكية أصلا، والحديث في ذلك ضعيف. نعم الحديث في ذلك ضعيف، الحديث الذي فيه الأذان في أذن المولود، أما الذي فيه الأذان والإقامة، من أذن في اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، هذا أصلا موضوع، حديث موضوع. فإذا الحديث من جهة الإسناد لا يثبت، من جهة الفقه فيه خلاف، وكما قلنا المالكية يقولون بالكراهة، ومن عمل به لعمل كثير من المسلمين به من المذاهب الأخرى فهذا لا بأس به، لكن الذي نميل إليه هو أنه ما دام الحديث لم يثبت فالأفضل عدم العمل به، وإن كان عمل المسلمين عليه منذ القديم، أو لنقول أغلب المسلمين. بارك الله.